قول كم اسم بس، اديني نصيحة واحدة صغيرة للاسم اللي أنا بقوله. محمد عادل إمام، نصيحتك لي إيه؟ يبقى محمد عادل إمام. يبقى محمد عادل إمام هو ممثل كويس، بس متأسف بوالده جدا، وقد يكون هذا من حقه، لكن لازم يخرج بره هذه العباءة. تمام. اللي بعده كريم محمود عبد العزيز. يا سلام يا سلام، هناك في كريمين. ده كريم محمود، ده كريم محمود عبد العزيز، ابن محمود عبد العزيز. ايوه. لا، فنان رائع. وكاركتر. كاركتر. الشخصيه اللي بعدها ياسمين صبري، اللي هي عملت ايه مش فاكرها، اصلا كتر الاسماء دي، اللي ياسمينات كتير اقول والصبريات كتير. تقصدي اخر عمل عملته؟ احي قدامك على الشاشه، مش عارفها. انا مش شايف كويس. بس اسم ياسمين صبري ما تعرفوش؟ اعرفه. بس اعرفه في دوره بقى، اللي في الدور اللي ادته، يعني في اي دور؟ في مسلسل اتعمل. لا مش هو ده، انا افتكرتها. عشان يعني نصيحة كلمة. أنا ما أعرفش، هو مشكلتي إن أنا نظر عندي ضعيفش بعض يعني الشيء. فما أعرفش مين دي من دي من دي، لكن اسم متردد بنجاح يعني. طيب شيرين عبد الوهاب. مطربة. نصيحة. أنا أول ما سمعت شيرين عبد الوهاب قلت لها من فضلك زمان يعني هغني شجن، صوتك كله شجن. فنجحتها كلها في الشجن، وهي عموما مطربة حقيقية. أرجو ما تخليش حياتها أو شيء من تصرفات حياتها ينطبق على فنها، يعني خليها دايما منورة في الحتة بتاعتها كفنانة، تنسى الحياة الشخصية. يا سلام. قدام فنها، قدام فنها، يا فنان رائع. عالي. منى زكي. دي حبيبة قلبي. تقول لها ايه؟ ربنا يهديك ويزيدك انت وجوزك احمد. انت فنانة كبيرة وليك وضعك واحترامك. احمد فلوكس، نصيحة. يهدى يهدى، وبلاش عصبيته على الناس. ليه ده؟ كل حاجة هتبقى عنده كويسة إن شاء الله. إن شاء الله.